كما أكد الكثير أن برنامج الزبيدي سيشمل عددا من اللقاءات الرسمية، كما سيفتتح عددا من المشاريع الحيوية بمحافظة حضرموت. هناك برنامج مكثف في هذه الزيارة للرئيس، برنامج يمتد إلى لقاءات مع مختلف الشرائح والشخصيات، وأيضا لقاءات رسمية مع المكاتب التنفيذية للمحافظة، وأيضا هناك وضع حجر أساسي على المشاريع. فالأمور إن شاء الله مبشرة، والزيارة تأتي في توقيت مهم جدا، سواء لنا في حضرموت أو للجنوب عموما، في ظل الاستحقاقات القادمة. وهذه الزيارة تفتح آفاق للتعاطي المباشر مع مختلف مكونات المجتمع في حضرموت.